إنه الحج، إنه العج والثج، إنه المغفرة من الذنوب والخطايا، إنه معاشر الأحبة خروج من النار، ميلاد جديد، إنه يهدم ما كان قبله، إنه يهدم ما كان قبله. الحمد لله وحده، مرحبا بكم أيها المشتاقون إلى رب العالمين. حج القلوب، هل القلوب تحج؟ إي والله، إن هناك أرواح تطوف بالبيت، وهناك أرواح بين الصفا والمروة، وهناك عبرات على صعيد عرفات، وهناك عبرات خلف الشاشات. إن هناك قلوب لكثير من المسلمين على أديم الأرض، إذا نظروا إلى البيت العتيق أجهشوا بالبكاء. قال الحبيب: أن ما بين الحجر والباب تسكب العبرات، وكم من عين فاضت دمعا، إنه دمع الشوق. قلبي وقلبك يشتاق إلى البيت الحرام. عمار بن ياسر رضي الله عنه عندما صلى وسأله أصحابه عن صلاته فقال: لقد دعوت فيها دعاء علمني إياه حبيبي عليه الصلاة والسلام، كان مما جاء في الدعاء: وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. إن هذا القلب الذي بين جوانحك قد يطير شوقا، وقد يعرج إلى السماوات العلى، إذا صفت روحك، إذا سلم قلبك، إذا كان صدرك مخموما، هنيئا لك، أنت في جنة وفي ربيع. إي والله في ربيع. هل من المتصور أن تحج الأمة عن بكرة أبيها تقصد البيت الحرام؟ لا، لكن متصور أن تقصد بالقلوب علام الغيوب، وأن تشتاق حتى يؤتيها الله أجرها مرتين، إن حجت أو اشتاقت آتاها الله أجرها من حج البيت. استودعكم الله.